لا ما انا اللي انا عاوز عشان نسيب المحافظه اهوت عشان في حاجه نقدر نوفرها له انا اوفرها له لحد دوت بالنسبه للكنتريه احنا ساعتها هم طبعا هيكون دي المرحله الاولانيه كهرباء طرق والكهرباء والميه في عندهم هم هيشتغلوا بعد كده في المدارس يعني اعتقد في ثلاث في المرحله الثانيه المدارس والوحدات الصحيه في المرحله الصحيه لا فندم في الصف الصحي لا سياده لا في الصف الصحي هو ست محطات ميه اللي هتتعمل لا هو في مشروع كبير سعادتك في نقابه اللي هو بتاع مجرد الهيئه القوميه اللي هي الشرطه لا ما هدفش مشروع حاجه وانت تقرر لا هنشوف بقى سعادتك هنحصر القرى اللي هي مش هيوصل لها